اتحاد الكرة فوض الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام باختيار حكم مباراة القمة اللي هتجمع الأهلي والزمالك يوم السبت اللي جاي في الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. النادي الأهلي بدأ التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك، وده ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري، وشهد المران مشاركة الجنوب أفريقي بيرستاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر في التدريبات الجماعية، وده بعد شفائهم من الإصابة اللي تعرضوا ليها في الفترة الأخيرة. نروح لأخبار الكرة العالمية، وفاز نادي أتلتيكو مدريد على حساب ليفانتي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سيتات دي فالنسيا، وده ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس ملك أسبانيا. سجل أهداف المباراة ألفارو موراتا وماركوس لورنتي في الدقائق 54 و90. كمان اتعادل مانشستر يونايتد مع نادي كريستال بالاس بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب سيرليست بارك، وده ضمن مؤجلات الجولة 7 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. كمان امبارح توج نادي انتر ميلان بلقب السوبر الإيطالي، وده بعد ما فاز على اي سي ميلان بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على استاد الملك فهد الدولي في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي. أحرز أهداف المباراة الثلاثي دي ماركو وإيدن ديجيكو ومارتينيز في الدقائق 10 و21 و77. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذلي ومنى.